السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم ما ادري وش اللي جايني. عرفت اللي ما له خلق احد، عرفت اللي ما يبي يكلم احد. يا جماعه قاعد الساعه 3 الفجر. حلو، يعني يلا ملك الحمد، قاعد قبل اذان الفجر، خلنا نقول ما بساعة، هي 58 دقيقة يعني ساعة، قاعد قبل أذان الفجر بساعة، تسحرت عيني من الله خير، لكن شوي ملحقني جوع مرة ثانية لأني ما أفطرت. أقول لكم الصراحة، يعني أنا كنت صايم صدق صايم، لكن نمت كله من كلوب هاوس هو اللي خرب نومي. أقول لكم، ما بكمل لكم كل شيء، بس خلوكم معي. حاولت اطلع من البرنامج ما قدرت، كل شوي حسين قاعد بروم، كل شوي حسين داخل روم عشان يلعب في لعبة اسمها ما لها اسم، ما ادري وش، لكن نظامها انك تدش الواتساب، يعني يتحدونك يقولون لك اكتب في البحث مثلا وينك، ويطلع لك الرسائل اللي انت كاتب فيها وينك، وتقول لهم الرسالة كاملة. هذه خذت ساعتين، والله العظيم انها ساعتين، واني ما حسيت بالوقت. وفوق هذا اقول لهم عيدوها. المهم نمت الساعة يمكن 10 الصبح 11 الصبح، نمت وقمت يمكن على الساعة 3 الفجر 2:40، لا قعدت لا على فطور ولا سحور، بس الحمد لله دخلت المطبخ لقيت السحور مخشوش لي، كليت السحور. لكن الحين اخويكم شوي جوع، ما يدري يعني، لكن بمشي شوي بس، وعقبها بسكر المطبخ بالمفتاح واخلي المفتاح مع ابوي واعطيها نوم. هذا حاول، يمكن اعدل نوم، يمكن اخليه على نفس النظام. بس والله قلت اصور لكم سنابات، وعدنا بإذن الله الفطور، وبعد الفطور بتشوفون سنابات بتعجبكم، بس خلوكم قريب. يا جماعة شوف الجو بدون فلتر. في واحد مرة بعداش علي يقول تبي تكمل صيامك ورايح مطعم فجأة الجزيرة، وش فيها يعني إذا حطيت فلتر؟ عادي، المطاعم عندنا في الكويت ترى تسكر وقت رمضان، ما تفتح إلا بعد الفطور. بعد الفطور عاد كيفك، تبي تطلب ما تبي تطلب ما لنا شغل فيك، والهوا لعب شعري. فبس يعني حبيت اوضح لكم النقطة هذه، يعني ما في كلش نهائيا ما في مطاعم مفتوحة، لا ورا الطاولات ولا تحت الطاولات ولا علني ولا اي شيء، ما فيه الا بعد الفطور. من بعد الفطور الى صلاة الفجر المطاعم تسكر خلاص. وبس والله حبيت اوضح لكم، ومثل ما قلت لكم انتظروني بإذن الله بعد الفطور. بعد الفطور إن شاء الله فاضي ما عندي شيء، بطلع إن شاء الله وبصور سنابات و